هذا من مكائد أهل العصر ومكائد الغرب والإعلام، أنهم يصنعون تيارا غاليا وفي مقابله جافيا حتى يأتي الناس في ظل الاثنين، حتى يأتي الناس في ظل الاثنين ويكون هذا وسطية. ولهذا جاءوا ناس كثير وخلق منهزمون انزلقوا من هذا الجبل الذي صنعوا منه غلوا، فانزلقوا إلى المنتصف، هربوا من هذا فواجههم غلو هناك، فجاءوا هنا. ولهذا جاءت الطوائف التي تسمى نفسها متسامحة، الإسلام العصري، الإسلام العصري، الإسلام الانفتاح، والإسلام الجديد، واضح أو غير ذلك من المصطلحات، ويأتون بمعاني جديدة. لماذا؟ لأنهم استحضروا فكر هيبه مثلا الغرب القاعدة، هربوا من ذلك. الليبراليين الملاحدة هربوا من ذلك، جاءوا في النص، هم يريدونهم من النص أصلا، لكن ماذا صنعوا جبلين حتى يأتون الناس هؤلاء في النص ثم ينظرون إليه، يقومون بإشعال اليمين وإشعال الشمال حتى يتكاثر الناس أين؟ في الوسط، لأنهم هم يريدونهم أصلا، هم صنعوا المظلة قبل أن يأتوا، هم صنعوا المظلة ووضعوا المقاعد قبل أن يأتوا، فهم يريدونهم هنا. لكن الحق ما علي من هذا الجبل الذي رسمته أنت، ولا علي من الجبل هناك. أنا معي خريطة رسمها من؟ محمد عليه الصلاة والسلام. أين ذهبت بي؟ أتتني بطرف هذا الجبل أو في نصفه أو في أعلى، ربما تذهب بي إلى جبل آخر، إلى جبل أكبر منه. لا يعنيني هذا، لا يعني هذا الأمر، أنا أمشي على طريق محمد صلى الله عليه وسلم، وربما تأتيني هنا وتأتيني في مسألة هنا، أذهب وأخذ حجر من الجبل الآخر وأرجع أبيت في الجبل الثاني. ولهذا نقول إن الوسطية التي قصدها محمد صلى الله عليه وسلم ليست الوسطية التي يرسمها الناس، ليست وسطية الناس. ومن أعظم المكائد العصرية هي المدرسة العقلانية الغربية. المدرسة العقلانية الغربية هي مدرسة حاذقة جدا في معرفة دواخل النفوس والعقول، وقد نشأت بالعقل المحض، وعرف المكائد وهي أشد كيدا من إبليس، أشد كيدا من إبليس في سوق الناس إلى الباطل، في سوق الناس إلى الباطل. وفيهم سماعون، وفيكم سماعون، سماعون لهم، ينصتون إلى أقوالهم ويدعون ويهتدون بقولهم لي للأسف الشديد.